حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد. كيفك مريم؟ الحمد لله. شو قلتك يا رولا؟ الحب بيزيد الوزن؟ انت شو رأيك؟ والله بتوقع الموضوع مربوط براحة البال وانه كثرة الطلعات مع اللي بنحبهم بتطلع معها مشاريع اكلات طيبة من هون ومن هون، ولا انت شو رأيك؟ هلا في دراسة جديدة بتقول انه فعلا الحب له علاقة بزيادة الوزن. هي دراسة انعملت على مجموعة كبيرة من الناس ورصدت عندهم تغيرات واضحة بالوزن سواء كانوا ذكر او اناث يعني، وبينت انه ممكن توصل نسبة زيادة بالوزن لحد 15 كيلوغرام بعد ما الانسان يعني يدخل بعلاقة، يعني وكمان كتير. وكمان دراسة عملها مركز اسمه ون بول للدراسات، يعني هي بتدرس بيانات السوق ونشرها على موقع فيت اللي هو مختص بقضايا الصحة والتغذية، قال انه 75% من اصل 2000 مشارك بهي التجربة اوزانهم زادت خلال فترة العلاقة اللي يعني كانت بين رجل والمرأة، والرجال زادوا بالسنة الأولى 8 كيلوغرامات تقريبا، بعدين ازدادت تدريجيا لحتى المجموع يصير 15 كيلوغرام. والسيدات قد ايه زادوا؟ هلأ للأسف كتار منهم ما قالوا حقيقة الأوزان تبعيتهم، بتعرفي مشكلة السيدات مع الوزن والعمر. يعني الرجال دائما بيكون أكثر انفتاحا تجاه هاي القصة، بيقولوا ما عنده مشكلة. إلى حد كبير هالحكي مزبوط، كلنا وقفنا عند عمر 20 وبطلنا لا نكبر ولا نسمر له. هلأ بس الإنسان يحب سواء بعلاقة خطبة أو زواج بيصير في تغيير بالروتين اليومي إله، يعني ممكن يزيد فعلا طلب تناول الطعام خارج البيت أو حتى فرص تناول كميات سعرات أكتر إذا طلعوا مثلا برا أو طلبوا على الأكل على البيت يعني. وبالدراسة أشاروا لهي الأسباب وقالوا كمان من ضمن الأسباب المشروبات الكحولية. طبعا هي هذا الحكي عند الغرب. هلا بلغتنا اليومية بنسميها انفتحة الشهية، هيك كناية عن راحة البال وقلوب الحب المتطايرة، ولا شو رأيك؟ هلا الحب والارتباط العاطفي في هاي الحالة بيكون فيها كتير هرمونات منوعة عم تنفرز، بيكون فيها هرمون دوبامين عالي وهو هذا الهرمون مرتبط بالسعادة، لما بيزيد بالجسم بيصير في قلة بالنوم، وقلة النوم ممكن جدا تأثر على هرمونات الجوع والشبع وبيخليها تضطرب، فبالتالي ممكن جدا الإنسان يصير يأكل أكتر بسبب إفراز هرمون الجوع بكميات كبيرة. بس طبعا مو شرط، يعني أنا هون عم بحكي احتمالات وعم حاول فسر الموضوع من الناحية العلمية إنه شو بيصير بقلب الجسم. لهيك منلاقي فعلا كتير ناس بعد الزواج لما يدخلوا بهالمرحلة فعلا بيزيد وزنهم. نعم، مش نقول الرجال طلع له كرش بعد ما تزوج. صح. والمسبب الثاني حسب دراسة هو فترة الراحة، يعني لما الإنسان يدخل بهي القصة إنه هو مرتاح تجاه الشخص اللي معه وبتكون فترة طويلة ممكن يصير أكتر على طبيعته، معنى أنه كل طرف من هالعلاقة ما عاد مطالب بإبراز أفضل شيء عنده للطرف الثاني. لكن يا ستي الأمر المنيح أنه معظم المشاركين بهي الدراسة حققوا نجاحات بمراحل متأخرة، أنه قدروا يخفضوا وزنهم اللي كسبوه عن جديد، ونسبة 55% منهم رجعوا للوزن الأصلي اللي كسبوه. فشو رأيك؟ صح، ومو من نفس الدافع، يمكن السعادة في الحب بتفتح الشهية من جهة بس برضو بترفع الدافع الذاتي من جهة تانية. صح، بصير الإنسان بده يحسن شكله مع شريك الحياة. يعني هلأ نحن بنعرف أنه العلاقات الوثيقة بتأثر على نتائج صحية الأفراد، وهي هي البيانات تبعت الدراسات مؤشر واضح على أنه فعلا الأزواج أو الشركاء ممكن يدعموا بعض بنمط الحياة الصحي، ممكن حتى يصيروا يجنوا أسباب السعادة سوا. والله. وبالمقابل يا رولا في اثار جانبيه سلبيه طويله الاجل لزياده الوزن. ورفيقتك واحده من المعنيين وعم بتحاول تحل هالقصه، بس بدها صراحه وقت وعزيمه حتى ما ننصاب لا بارتفاع ضغط الدم ولا توقف التنفس اثناء النوم ولا مرض السكري من النوع الثاني لا سمح الله، ولا امراض القلب، ولا حتى لا سمح الله بعض امراض السرطان. نعم، هلا موضوع فعلا يعني انزال الوزن للحدود الطبيعيه وفعلا مطلوب، دائما بقول لهم مو بس للشكل، يعني الشكل الخارجي يمكن الناس هن بيفكروا فيه دائما انه كيف شكلي، كيف الناس تتقبلني، كيف بدي لا اتياب او لا، بس فعليا الاصح والافضل والاهم هو الجسم من الداخل. يعني ما نتحجج انه تزوجت او انخطبت فزاد وزني، او ما عدت اقدر اكل منيح وصرت اتحلى واكل اخضر واليابس. الانسان لما يوعى ويعرف انه في مشكله يعني ما يستناها لتتراكم وتصير كتير كبيره، مثلا لما يزيد 5 كيلو ما يستنى يصيروا 10 لحتى ينزلهم، لا يبدا ينزل 5 كيلو هدول لانه اسهل بكتير من انزال 10 كيلو. هاي النقطه فعلا بتمنى كتير الناس ينتبهوا عليها. اليوم ما بدي أزعلك رولا، وصفتنا حلوة وبلا سكر وطيبة كتير، لو أكلناها مع اللي بنحبهم بتصير أطيب. يا سلام، هاتي لنشوف شو هي. يا ستي بوظة بيتية صحية وبأسهل التكاليف. يا سلام، والله فكرة لطيفة.
تمام. هلا المبدا اليتين، يا اما بنحط الاساس زبادي، غالبا السوزمه بنسميه بالتركي اللي بكون تقيل وحفيه شويه حموضه، او كريمه يعني اللبن، او كريمه، او اللي هي القشطه الطازه. في المحضره بدنا نحط هذا الاساس، يا هذا الاساس يا هذا الاساس، بنضيف عليهم الفاكهه اللي احنا حابينها او النكهه اللي بدنا اياها، كميه من العسل منيحه لانه لازم ناكل البوظه حلوه يا رول. بعدين ممكن نحط مسكه محلب ببهارات معينه بنحب طعمها، ممكن نحط فيه شيء ازازي مثلا صحن كورة ممكن يكون إزاز أو بلاستيك، مندخلها الفريزر بعد أول ساعتين منيجي وبنحرك البوزة كويس حتى ما نعطيها مجال تتجمد مثل شقفة واحدة, وبعد هيك كل ساعة بنحركها لحد ما بعد 8 إلى 9 ساعات رح نلاقيها صارت بوزة. هلا هي صراحة فكرتها كتير لطيفة، بس ما بدنا ننسى أنه هون فيها كريمة فيها قشطة فهي دسمة تعتبر، فما بدنا ناكل منها كميات مفتوحة، بس هي الفكرة الحلوة فيها أنه نحن هيك ما ضفنا لأي مضافات خارجية، مواد حافظة طبيعية. هلا جاي موسم الفراولة يعني لازم نستغل كتير فعلا. تطلع طيبة بالفراولة صحيح والله. مريم لو خيرتك بين حبوب الإفطار العادية اللي هي الرقائق أو الشوفان، شو بتختاري على الفطور للأولاد؟ أولادي يتعلموا هالشي من أبوهم، بخلطوا النوعين شوفان مع حبوب الإفطار، بس أنا ما بعرض عليهم حبوب الإفطار لأنها مصنعة هيك ابتداء، ما بحطها في وشهم أو بعرضها عليهم كتير، بستبدلها غالبا بحليب الشوفان اللي حكيت لك عنه قبل بحلقة. حلو. هلأ الكورن فليكس بالحصة الوحدة اللي هي 40 جرام تقريبا أو بتطلع 4 أو 5 ملاعق، فيها 150 كالوري، والألياف فيه 1.4 جرام، يعني كمية الألياف كتير قليلة. البروتين 3.2 جرام، وطبعا سكره عالي بدون أي فائدة لأنه هو مصنوع من دقيق. أما الشوفان فالحصة الوحدة اللي هي 40 جرام نفس الكمية، يعني فيها نفس الشيء 150 كالوري مثله مثل الكورن فليكس، لكن الألياف بالشوفان 4.1 جرام، يعني كتير 4 أضعاف تقريبا من الكورن فليكس، والبروتين 5.3 جرام. فيعني لما نحكي عن أهمية استبدال الشوفان بالكورن فليكس بالصبح بيعطينا ألياف أكتر وبروتين أكتر، وبالتالي شبع لفترة أطول، لأن نحن بنعرف أنه بالأمعاء والمعدة أسهل شيء أنه النشويات هي بتنهضم بسهولة، أما الألياف والبروتينات تأخذ وقت لتنهضم. بس العجيب أنه بالكورن فليكس فيه صوديوم، يعني نسبة الصوديوم فيه كتير مرتفعة تقريبا 204 ميلي جرام صوديوم، لكن بالشوفان فيه 2.4 ميلي جرام. شوفي قد ايه فرق، وهذا قد ايه مهم انه نحمي اجسامنا من نسب الصوديوم العالي. نحن بنفكر انه الكورن فليكس ما فيه املاح، هو فعليا ما فيه ملح بس فيه صوديوم نسبه عاليه لانه بيساعد على الحفظ لفتره طويله. وانا بالحقيقه بضل بتغنى بالشوفان لاني بعشقه، وانا كمان ادخاله باشياء كتير واكلات كتير بخلينا نستفيد منه بطرق مختلفه، وبتصير حياتنا الصحيه هيك اسهل وعمليه اكثر. حكي صحي مع اختصاصية التغذية رولا علوش ومريم الحمد.